نبارطاجي معكم اليوم المكياج اليومي نتاعي. اول حاجه راح ندير ليكرون توتال، انا هذه اللي راه كنموت عليها وما نستغناش عليها، وبالذات في فصل الشتاء انكثر باسكو لابو تاعي تولي ساش. وهذه اللي راك جايه ليكيد، هذه مليحه اللي عندهم لابو غراس. انا ما عنديش لابو غراس بزاف، مي ميكست بصح في الصيف تولي شويه دهنيه. الوغ نبغي لي راك راح نابليكيها كامل على وجهي ونولي لكم البنات. باش ما ننساش توجور اي كريم تابليكوها شوفوا كيفاش تابليكوها للخارج ماشي للداخل، باش ما تبروفوكوش الياف الكولاجين وما تبروفوكوش لي ريد، ما تبقى لابو تاعكم توجور جون. حاجه راح ندير البيبي كريم هذه تاع نوغيفا لا تانت كلير، شباب بزاف، ما دير بوقع ما دير تصبغات او ميم طون ايدراتونت. وكيف راح نابليكيها البنات؟ نابليكيها غير بيديا بلا بيوتي بلندر باسكو القوام تاعها خفيف، تعطيكم ايفي خفيف بزاف كلي ما كنتوش كاع دايرين، كثرت شويه يا محينكم. دونك شوفوا كيف راح نابليكيها، ما تلصقش حتى في اليدين ما تخافوش. انا الفون دو تان نتفق، دونك نزيد لها ان انتي سيرم وراها هذه نابليكيها ونولي لكم. نستعمل ان انتي سيرم من لا مارك توب فيس، يعني افتح من درجه بشرتي درجه او درجه ونصف، ما نكثرش، انا ما نحبش ليكزاجيراسيون بزاف في المكياج. وراح نبلانديه بيوتي بلندر صغيره تكون شويه منديه البنات. شوفوا شوفوا الطريقه تاع الطبطبه، راني نطبطب مانيش نسحب البنات، نكمل نبلانديه ونولي لكم كيفاش نفيكسيه بلا بودر. شوفوا عين خدمت لها لونتيسيرن وعين ما خدمتلهاش. لونتيسيرن يلعب دور كبير، يعطي اضاءه للعين تبني راكده بيان كلشي انتيك. دوك نفيكسي لونتيسيرن تاعي ببودره حره، انا نخدم بهذه لا كريولين شابه بزاف، ونسيي ما كثرش اصلا كاع الا كثرتو شغل ترانسبارونت ما تخافوش منها. شوفوا اصبروا ديكسي هذا نرفدوه، نخليها شويه ونحيها بالبنسو اونتي ريزيدو. البنات هاد لو بينسو ينحي لي ريزيدو كاع البقايا تاع لا بودر ولا اي حاجه تروح، وتقدروا حتى البيبي كريم تفيكسوها بلا بودر بصح انا نبغيها تكون هكا غلوي. كنت تشوفوا دروك انا رحت للحوايج بي البنات نمشطهم افيك ان غوبيون كيما كنت تشوفوا، وراح نجيب من هاد لو جيل اناستازيا بني، بني تاعو شوفوا كي شباب ماشي داك البني المحمر. عفوا دخل عندي اتصال دروك. شوفوا البنات انا حوايج بي كيف نخدمهم، نرفد كميات قليله من الجل ونبدا رومبلي في نهايه الحاجب، جامي تبداو من الامام. ديجا حوايج بي مامش ملقطين راهم كارثه، مي معليش ندير لهم اون فورم باش يبانو مطرسين وشابين. ما راحش نحددهم بالكونسيلر وكاع ماكياج ثقيل، مي ماكياج يومي باش نحس روحي انثى بلي مازلت نكزيستي. دونك هنا شوفوا ايسي ترسموا بطريقه افقيه، شوفوا الحاجب هذا نرسم هذا ونولي لكم. وما تنسوش البنات انكم تمشطوا الحواجب والجل باه يتناسق مع بعضه. انا راح ندير ايلاينر، جبت ان بانسو بلا رقيق وما اللي فدت لكم بهذا الجل انغلاد، درت لكم به الايلاينر، درت لكم كاع دو فيديو، درت لكم واحد للحواجب وواحد للايلاينر. شوفوا البنات راح نفد كميه قليله ونجي من نهايه الرمش، شفت شويه البرودوي هنا بصح معليش. شوفوا نجيب خط مستقيم كما راكم تشوفوا، ونعاود نجيب تاني منها من فوق خط اخر، شوف ويبقى هذاك لو فيد رومبليه. والبنات العيون المبطنه الالينغ ما يجيش مرسوم من لهنا، حذاري صافي الالينغ يترسم غير في نهايه العين. شوفوا البنات والالينغ مستحيل يعني من التجربه الاولى انكم تنجحوا فيه. شوفوا البنات رومبلي، تحت تبغوا تزيدوا انتونسون زيدوا له عاودوا عمروا غير بلو ميم جل. شوف سحبه خفيفه، انا عيني مبطنينها والتبطن تاعي، كون بغيت نزيد نخدمه طالع لهنا نخدمه، المهم ما نفوتش التبطن هذا، نخدم العين هذه ونولي لكم. درت الايلينر للعينين الزوج، راح دروك ندير الغيسيل ونولي لكم. ما كاش فيكم اللي ما تعرفش دير الغيسيل، كامل نعرفوا نديروا الغيسيل ونردوا روحنا كطيطات. اسهل حاجه سي الغيسيل، انا شوفو كيكون الغسيل هكا جديد نبدا بكميات قليله نطلع خليه ينشف شويه ونبدا نزيد ونعاود حتى ندير طبقه فوق طبقه ويبانو عينيا مفتوحين اكثر. شوفو دوك كي درت الغسيل وليت قطيطه. الغسيل ضروري جدا باسكو هو اللي يحل العين، دوك قبل نكمل ونزيد طبقه حتى يزيد ينشف غايه. وقت فات كانت عندي طبيعه انه ندير سيلاسيل، ما نستغناش على سيلاسيل بصح سيلاسيل بالوقت يبداو يطيحو شفارك وبالوقت ينقصو شفارك ويروحو.
الوغ اسيت نحبس هذيك الطبيعه السيئه تاع لي سيلاسيل. هي كي تنوضي الصباح تفرحي ولا شفار وزايدين فيكم نصيتو، بصح من بعد نهار اللي تولي ترومبلي وتنحيهم يبداو تبي شفارك الفيد في بلايص يتومنا، وقادر بالوقت صح ما يزيدش يمتو شفارك افورس لي طيح شعره طيح طيح صاي البصيله ما تعاودش تخلف. الوغ ما ننصحكمش بالرموش الفرديه الا في المناسبات، يعني باش تحافظوا على عينيكم اكثر. ضروريك البنات جبت ان برونزور راح يعني غير شويه، ما راحش كاع البرونزي روحي بزاف، شوفوا شويه شويه ديروا شويه تاع برونزور ما نكثرش، ديجا ما كونتوريتش غير برونزور خفيف يعني فوق فوق العظمه، ومانيش البنات شوفوا كاني ندير راني نطبطب حتى الفراجو ديروا هكا. دوك نوريكم شوفوا تروحوا بالطبطاب، تقدروا تزيدوا هنا بدات لي عندهم الدوبل مونطون، شوفوا غير خفيف ما تكثروش. انا جبهتي ما بغيتش نديرها باسكو جبهتي مش كبيره بزاف. شوفوا وين ديروا، كي ديروا ديروا بين الشعر وهنايا، شوفوا هذه هي البلاصه المثاليه نقدر نزيد للانف، راضيه بنيفي راني في كبير ماما ما عنديش بروبليم. راح دروك ندير ان فاراجو، راح نميكسي بين هاد لي كولور تاع الفاراجو. راح شوفوا التطبيق نتاعها كيف راح تكون البنات، شوفوا راني ميكسي، شوفوا شوفوا او كثرت معليش تقول لي كي حديد وان، شوفوا كيفاه راني نطبطب مانيش نروحها كيما ديك الطريقه دائري تاع بكري، شوفوا فوق العظمه برك تقدروا تجيبوه منا. بصح انا واحده من الناس يبان الخد نتاعي طايح، شوف مانيش دايره الفيلتر راني بان دايره الفيلتر، شوفوا شوفوني نسحب فيه للفوق يعني تجي هاكا يجي الخد نتاعي مسحوب. دوك نزيد هايلايتر، هايلايتر نخدم انا بال بريليكسوري يعطي لا بريونس. خاصنا ان بينسو خفيف دقيقه برك شويه المعتاد ما سطوش، نخدم بهذا ليكسوري سي توب تاع التوب، جاي خفيف جاي يعطي ايفي ميغوار. شوفوا البنات نزيد نحط انا مرات نخدمها غير بيديا بصباعي، شوفوا هنا موش يبان مانيش عارفه علاه موش يبان. نروحوا للجهه الاخرى فوق العظمه البنات، فوق العظم شوف اذا خفيفه. نزيد هنايا الارنبه اللي لقاها قال بريونس بدات في التصاوير تاع كي تخرجوا تخرجوا تهبلوا. شوفوا مالغري ما درتش كونتور وليني في بان كبير، وما ننساوش انا سميها نقطه التعجب هنايا ديريكت، شوف نقطه التعجب مالغري ما درتش كونتور. شوفوا الاضاءه الله يبارك على قلتكم ليكسوري عندي كاع درجات الالوان نتاعهم هما، وثاني لا مارك فوريفر فوريفر ثاني شباب بزاف، وما ننساوش واحد البلاصه شوف يعني ودو تشوفوا في الواقع يجنن الهايلايتر نتاعهم. يبقى الغوج ا ليفغ بقاو لي ليفان تاوعي، جبت ان تراس في النيود راح نحددهم. المين جارة اللي نجرت فيها بها ان بو دو غوج، شوفوا عباكم الغوج بيخرج لكم شباب حدوه يخرج شباب، اللي يخدم الغوج على ليفغ ولا اي حاجه ديرها فيه شوربها بلا تخاص على ليفغ ما يخرجش شباب قاعده. وهي كي ديروا ان غوج انا راح ندير كلاص توجور كي ديروا ان غوج على ليفغ لازم يكون المحدد اغمق من الغوج على ليفغ، غادي تفكروها لو تخاص على ليفغ يكون لونه اغمق فونسي سي سا. شوف حددت دوك الحد هكاع من بعد نعمر به. شواربي راه مديزي ضغاتي العشيه ندور عليهم كاع وجهي كامل. شوفوا البنات راح نزيد رومبلي، واللي عندها غوش فني وتقدر تزيده نورمال. شوفوا التراس تاعي راح نزيد فوقه ان غلوس خفيف، ونقدر نحدد بان ان تراس مارون يعطيكم واحد لي في بزاف شباب يبانو شواربكم بدات لي بغوا الشوارب المقلبين. شوفوا هذا ماي بيلين، شوفوا باردون راح نحطه
ابقى جوست لو بلاص البنات، عفوا راه المرايه تعكس من ماي بيلين، انا خيرت هاد الدرجه. اها وما تميكسوش البنات، حطوه وخلوه ينشف، كي ينشف يرجع شباب. شوفوا المكياج نتاعي تاع كل يوم، وتقدروا تحطوا باي درجه لون في الشفه نتاعكم، ما كاش اللي يسالكم. دونك راح نستيكي شعري ونولي ليكم ان شاء الله يعجبكم. اللوك اللي درته لكم اليوم بسيط سهل، هذا المكياج اللي نعتمدو يوميا. لا ماش تاعي ما استغناش عليها، ولات لي هفيس ان شاء الله نتخلص منه. الوغ هذا هو اللوك اللي نعتمده يوميا، ان شاء الله تعتمدوه وتجربوه بلا ما تروحوا للفون دو تان، بلا ما تخسروا لابو تاعكم، بلا ما ديروا لها لي غيد. ايسيو توجور ديروا حاجه خفيفه للبشره نتاعكم، ومن بعد نهضروا في فيديو اخر على طريقه التنظيف ولا الروتين اليومي للبشره. واللي عجبها الفيديو ما تنساش دينا جيم، وانتظروني في فيديو اخر. واللي حبتني نجرب لها كاش حاجه تخليها لي هنا في التعليقات. والبنات عندي قناه تعليميه على اليوتيوب سموها كوكي كوافير، اللي حابه تعلم توسكي استيتيك كوافير راه موجود دي فيديو تعليميين للمبتدئات واللي ما يقدروش يروحوا للكوافيز. سلام.